تغريدات ومعاني. بقلم وإلقاء الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي. كل ما تنتجه الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي ملك للعلامة التجارية إيمان زكي أرت ميديكا، وهي خاصة بالأستاذة الدكتورة إيمان زكي، وكل من يتداول هذا الإنتاج على غير القنوات الرسمية للأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي سواء كان السارق أو من يتعاملون معه يخالف قانون حقوق الملكية الفكرية، ويوما ما سوف نحصل على حقوقنا بالكامل. أنوه أن كل إنتاج الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي هو إنتاج صوتي، ليس به أي صورة ولا فيديو. كل من يخالف ذلك ينتهك حقوق الحياة الخاصة بالأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي ويرتكب جريمة يعاقب عليها القانون. ربما تساءلنا بلحظة عن قدرنا، فتجيبنا أفعال الفقاقيع من حولنا باستماتتهم لإيذائنا أننا برغم ضعفنا من قضى مضاجعهم وأوجعهم حتى أنهم لا يستطيعون التنفس لحظة دونما الكيد لنا، وعندها فقط سنعرف من نحن ومن هم، ماذا نعني وكيف لا يعنون جناح بعوضة. كيف لا يعنون جناح بعوضة حتى لأنفسهم، وكيف أن حقدهم وغلهم يأكل قلوبهم ويتغذى على خطاياهم. أرادات الميديا وبلياتش الشرور عامل نفسه معلم وإمبراطور، بس هو انكشف وبان نداغ اللبان. رفيق إبليس سارق الفرح ومضيع الأمان، اللي نفخينه زي البالونة عارفين إنه مكسور. من ساعة ما اتحذف يا ولداء وهو هايج كما الطور، عمال يلطش هنا وهناك أعمى واستعور، بس الصبر طيب بكرة حييجي عليه الدور، لو كان قارون فضل يبقى البعيد منصور.
شوم كملبومة هي مرضعة إبليس، تنشف الزيت من البيت يا مغيس. لو لمحتك في يوم يبقى يومك تقيل وكبيس، مفيش نوم ولو غفلت هتتهري كوابيس. ربنا يكفينا شرها هي وباقي الجواميس، ده السو لو هتوصفه هتحتاج كراريس. دلاتي تنشر سوادها وتظلم الفوانيس، وسحرها بتبخه لجيرانها يوماتي. امال ايه؟ ما هي دي تعليمات عتريس، نجس بعيد عن السمعين ان كان مسح ولا كنيس. حرص منها يا مؤمن، لا يطولك أذاها وتروح في طيس. إياك يغرك البوية على الوش، ده كله هلس وتهيس. دي مخاوية الجان ومصاحبة الدجالين والمهاويس. عليك بالقرآن وكلام الرحمن، ده خير مؤنس وجليس. ربنا يحفظنا وإياكم من إبليس ومرضعة إبليس. ودوما ما سوف نتساءل، هل كان قدرنا أن نصادف من ظهروا في حياتنا من حيث لا زمان ولا مكان، ليخبروننا بأفعالهم أننا أغلى منهم عليهم؟ ونبتسم ونحن نجيب نعم، فلولا المحنة ما كانوا ولا كنا، فصبر جميل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يا سابق زمانك وفارس عصرك وأوانك، الكل حاسدينك ونفسهم يبقوا مكانك. ده الورد بنداه وعبيره هدية منا عشانك، في القلب عرفان بفضلك وإحسانك. كل الصعب في سكتك ما زاد إلا إيمانك. كما اليمام بتوحد المولى على أغصانك نبلك ومعدنك الأصيل، وسط الكل زانك ونقش بحروف من نور في القلب مكانك. يا رب نصرك لعبدك المؤمن الموقن بوعدك الحق سبحانك. Thank you.
المسيح الدجال حقه باطل وباطله حق، جنته نار وناره جنة، والمؤمن فقط من سيوقن بذلك وسيرى أنه كفر مكتوبة على جبهته. ترى كم منا قد صادف مسيحا دجالا، وهل عرفه وتجنبه أم كان من عمي البصيرة واتبعه؟ هذا ما سوف تجيب عليه الأيام والليالي القادمة. يلي بيتك من إزاز، ما تحدفش الناس بالطوب، فاجر ومن فجرك عن المعاصي مش رح تتوب، عاملي فيها مصلح وانت عايب ومعيوب، منفوخ بالزبالة مدمن للحرام وفي المجاري مكبوب. باليمين والشمال بتوزع في العطايا الحرام، يمكن يبقى لك بالكذب مقام، عامل فتك ونسوانجي وانت يا دوب ملطشه للقلوب، ومن رصيدك الحرام عمال على المكشوف مسحوب. تحت السواهي دواهي صابب ومصبوب، مدمن العفن بس عينك على الورد وعبيره، ما هم زي ما قالوا زمان كل ممنوع مرغوب، اجري جري الوحوش مش هتنول إلا المكتوب، يا عبد إبليس مفيش من المكتوب مهروب، وإن كان بيتك من إزاز ما تحدفش الناس بالطوب. تغريدات ومعاني بقلم وإلقاء الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي.